الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد، فهذه الآيات كلها في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، والرحمة من الصفات الفعلية الاختيارية التي يتصف الله جل وعلا بها، فالله تعالى يرحم العباد بمشيئته وقدرته. وعلى هذا دلت نصوص الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك سلف الأمة. والرحمة صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، وبها يصل إلى العبد كل خير، فكل خير يصل إلى العبد وكل شر يندفع عنه إنما هو برحمة الله تعالى. وهذه الصفة أجراها أهل السنة والجماعة على ما جرى به عملهم في أسماء الله تعالى وصفاته من الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وخالف في هذا مثبتة الصفات، أما نفات الصفات من المعتزلة والجهمية فإنهم عطلوا الله جل وعلا عن هذه الصفة وأخلوه منها، وأما مثبتة الصفات فساروا في هذا نظير ما سلكه أهل النفي المطلق لصفات الله تعالى، فقالوا إن الله جل وعلا لا يوصف بهذه الصفة، لأن الرحمة رقة تعتري القلب وهي غير مناسبة لله جل وعلا، لأنها تقتضي تمثيل الله تعالى بخلقه، وهذا ضلال مبين وخطأ كبير، حيث إنهم أخرجوا هذه الصفة عما أثبتوه من الصفات. هم يثبتون أن الله أن لله تعالى حياة، ولكنهم يقولون حياته جل وعلا ليست كحياة المخلوقين، فكذلك رحمته جل وعلا ليست كرحمة المخلوقين التي توصف بما يوصف به المخلوق من الضعف والرقة التي تعتري القلب وما إلى ذلك من الأمور التي ذكروها في مسوغات نفيهم وتعطيل هذه الصفة. وأول صفة الرحمة التي جاءت في الكتاب والسنة بالثواب أو إرادة الثواب، وهذا خارج عما دل عليه كلام الله وكلام رسوله من إثبات هذه الصفة كسائر صفات الله تعالى. الله جل وعلا أثبت هذه الصفة له سبحانه وبحمده، وله منها أي من هذه الصفة اسمان، الرحمن الرحيم، كما قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وبين جل وعلا أن رحمته وسعت كل شيء، فقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكذلك قال ورحمتي وسعت كل شيء. والفرق بين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على الصفة، والرحيم تدل واسم الرحيم يدل على الفعل، ولذلك يذكر اسم الرحيم في موارد ذكر الرحمة فعلا، فليس في كلام الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا أو رحمانا، إنما الذي فيه وكان بالمؤمنين رحيما وما أشبه ذلك من الآيات التي يذكر فيها الله تعالى الرحمة في مقام الفعل. فالفارق بين اسم الرحمن والرحيم
أن الرحمن أدل على الوصف والرحيم أدل على الفعل، وهذا فارق تميز به بين هذين الاسمين. وفائدة الجمع بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم الإنباء والإخبار عن رحمة عاجلة ورحمة آجلة، رحمة خاصة ورحمة عامة، ولذلك جاء هذين الاسمين مقترنين في البسملة وفي قول الله تعالى الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. فهذا الاقتران أفاد أن الرحمة عامة وخاصة، وأن الرحمة وصفه وفعله، وأن الرحمة عاجلة وآجلة. كل هذا يستفاد من قوله جل وعلا الرحمن الرحيم وقرنه بين هذين الاسمين. والرحمة التي ذكرها الله تعالى في صفاته تعم كل شيء حتى الكافر، فإن الله تعالى يرحمه، ومن رحمته به أن يسر له رزقه وأن أرسل إليه الرسل. لكن الرحمة تتفاضل وتتفاوت في الخلق، فمنهم من يكون نصيبه منها كبيرا، ومنهم من يكون نصيبه منها قليلا. وليعلم أن الرحمة وبعض الصفات أيضا تطلق ويراد بها ما يفعله الله تعالى بخلقه، فينبغي أن يميز بين الرحمة التي هي صفة الله تعالى وبين الرحمة التي هي فعله جل وعلا. فاسم الصفة يقع على الصفة تارة كقوله تعالى وسعت رحمتي كل شيء، ويقع على متعلقها تارة كقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالرحمة هنا المقصود بها المطر، وهي مفعول من مفعولات الله تعالى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، هذه الرحمة ليست صفته جل وعلا، لأن صفاته ليس فيها شيء مخلوق، إنما هي متعلق رحمته جل وعلا، كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم قال رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات صفات لله جل وعلا، منها صفة الرضا، ومنها صفة الغضب والسخط والأسف والكره والمقت، ومنها صفة الإتيان والمجيء لله تعالى. وهذه الصفات كلها ينتظمها معنى واحد، وهي أنها من الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها الله تعالى متى شاء. فالصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، فيفعلها الله جل وعلا متى شاء. وهذه الصفات الفعلية تقدم لنا منها الرحمة، وتقدم لنا منها المحبة، وهي صفات عطلها
الأشاعرة وأشباههم من مثبتة الصفات، فأخلوا الله تعالى عن صفاته الفعلية وقالوا إنه لا يتصف بهذه الصفات لأنها تقتضي الحدوث، وعندهم أن كل ما اقتضى الحدوث فهو حادث، وهذه قاعدة اخترعوها من قبل أنفسهم ليسوغوا تعطير الصفات، وإلا فإن الله تعالى قد أخبر في كتابه جل وعلا أنه فعال لما يريد، فليس هناك حجر على الله تعالى فيما يفعل، والآيات واضحة وبينة في الدلالة على إثبات صفات الفعل لله تعالى، وأن من أفعال الله تعالى ما يتعلق بمشيئته، وعلى هذا إجماع سلف الأمة وأئمة السنة لا خلاف بينهم في هذا. هؤلاء عطلوا قالوا في تعطيلهم إننا لا نثبت هذه الصفات لأنها تقتضي حدوثا، ولأن إثباتها يقتضي مشابهة المخلوق، وهذا كله باطل وزور لإبطال هذه الصفات. صفة الرضا صفة ثابتة لله تعالى وهي من صفات الكمال، وكذلك صفة الغضب فإنها من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله تعالى وغضب الله عليه، وهي من صفات الكمال، فالغضب المثبت لله جل وعلا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأن الغضب على من يستحق الغضب ومن هو أهل له كمال في الغاضب، بخلاف ما إذا كان لا يغضب في محل الغضب فإن ذلك نقص فيه. وقد أثبت الرسل هذه الصفة وسائر الصفات الفعلية لله تعالى، فلا وجه لإنكارها أو تأويلها، ولا نقص في إثباتها بوجه من الوجوه، بل هي جارية على سائر ما تقدم من القواعد في باب الأسماء والصفات، أنه ليس لله تعالى فيها مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فهذا فيه إثبات سخط الله جل وعلا، والسخط نوع غضب، وإن كان الغضب والسخط بينهما فروق لكن المعنى العام ومتفق بينهما وهو الغضب، فالسخط والمقت والأسف كلها معاني أو ألفاظ تدل على الغضب، لكنها تختلف في معاني الغضب. مر معنا قريبا أنه يقل في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله الترادف المطلق، يعني تطابق الألفاظ تطابقا تاما فيما تدل عليه، بل لا بد من نوع فرق حتى بين الألفاظ المترادفة، قد يكون بينها يعني اتفاق في قدر كبير، لكن يتميز كل لفظ بفارق لا تجده في أو بمعنى لا تجده في سائر الألفاظ، وإن كان يشترك في المعنى العام الذي يفيده تفيد هذه الكلمات. والأسف هو الغضب، وكذلك المقت شدة الغضب، وكل هذا، وكذلك الكره، الكره عدم المحبة، فهو مضاد للمحبة. قال ولكن كره الله انبعاثهم، أي لم يحب جل وعلا انبعاثهم وهو خروجهم، وهذه الكراهية هنا كراهية شرعية أو قدرية؟ قدرية. الله لو كره انبعاثهم شرعا لما أمرهم به، لكنه أمرهم بالخروج وتخلفوا، فهذه كراهية قدرية، ولذلك لم يخرجوا ولم يكونوا مع المؤمنين المقاتلين. نعم. وقوله هل ينظرون، هذا فيه عن الآيات فيها إثبات مجيء الله تعالى، والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات أن الرب جل وعلا يأتي ويجيء، وأنه سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء. وقد حكى جماعة من العلماء إجماع أهل العلم على أن الله تعالى ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ومن حكى ذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، في كتابه في نقضه رحمه الله، فإنه بين الأدلة واتفاق السلف على هذا المعنى، وهم يعطلون هذه الصفة ويقول أن الله تعالى لا يجيء ولا يأتي، وأن إثبات المجيء والإتيان يستلزم إيش؟
سيلزم حلول الحوادث، وحلول الحوادث يدل على الحدوث، فلا تثبت لله تعالى. الباب في هذا واحد، ولذلك الكلام فيها مكرور، وأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات الفعلية الاختيارية الدالة على كماله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ في ظلل من الغمام، في هنا بمعنى على، فإن الظلل لا تحيط به، فهو جل وعلا بكل شيء محيط، وهو الكبير المتعال. فقوله في ظلل من الغمام، في بمعنى على، والظلل جمع ظلة، من الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق الخفيف. والملائكة، أي وتأتي الملائكة وقضي الأمر، وهو فصل القضاء الذي يأتي الله تعالى لأجله. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذا يبين فساد قول من أول الإتيان بأنه إتيان أمر الله تعالى أو إتيان الملائكة، لأن الله جل وعلا ذكر مجيئه وإتيانه، وذكر مجيء الملائكة، وذكر مجيء بعض آياته وهي التي من أمره جل وعلا. فلا يسوغ تأويل الإتيان لا بإتيان ملك ولا بإتيان أمر، لأن الله جل وعلا ذكر الإتيان في آية واحدة له ولملائكته ولأمره، فلا يسوغ تأويل إتيان الرب جل وعلا بإتيان أمره، كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء لفصل القضاء يوم القيامة، وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق أي تفرق بالغمام، وهو السحاب الرقيق. وقوله بالغمام، الباء هنا بمعنى عن، أي عن الغمام، وذلك أنها تتشقق فيأتي الغمام وهو السحاب الرقيق الخفيف، ونزل الملائكة تنزيلا. فهذا فيه الخبر عن مجيء الله تعالى، وهو ما تقدم في الآية السابقة هل ينظرون، فإن هذا التشقق تمهيد لمجيء الله تعالى المذكور في قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ليس في هذه الآية ذكر مجيء الله تعالى، لكن فيه ذكر مقدمة مجيئه الذي دلت عليه الآية السابقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طيب، يقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الطائفة من الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تجتمع في إثبات الصفات الخبرية السمعية، الصفات الخبرية السمعية، وهي إثبات الوجه لله تعالى، وإثبات اليد له سبحانه وبحمده، وإثبات العين. هذه الصفات تسميها العلماء الصفات إيش؟ الخبرية، يعني التي جاء ثبوتها من قبل النص والسمع وهو القرآن والسنة، فليس للعقل سبيل إلى إدراك هذه الصفات، لا تأصيلا ولا تفصيلا، لا ابتداء ولا تبعا للقرآن، يعني ولا تبعا للنصوص، فإننا نثبتها لأن النص أثبتها، لأن الكتاب والسنة أثبت هذه الصفة لله تعالى. والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين والقدم والرجل والاستواء، كل هذه من الصفات الخبرية. ولذلك
تعريف من عرف الصفات الخبرية بأنها ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مما هو أبعاد لنا، الحقيقة أن هذا التعريف فيه نظر، من حيث أنه لا يستوعب، لا يجمع كل الصفات الخبرية، فإن من الصفات الخبرية إيش؟ ما ليس أبعاد لنا، وهو إيش؟ الاستواء، ليس أبعاد لنا. ثانيا أن هذا في الحقيقة يوهم نوع تمثيل وتنفر النفس من التكلم به، فيقال الصفات الخبرية هي الصفات التي ثبتت بالنص بالكتاب أو بالسنة، ولا سبيل إلى إثباتها إلا ذلك، ويكفينا، لا نحتاج نقول أبعاد ولا نقول أجزاء ولا نقول كلام قد يؤخذ علينا ولم يتكلم به سلفنا هذا. ثم إنه ليس جامعا لكل ما يدخل تحت الصفات الخبرية. يقول رحمه الله، يقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة الوجه لله تعالى، وثبوت الوجه قد جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، والوجه الثابت له يجري فيه ما يجري في سائر ما أخبر الله به عن نفسه من أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأننا نثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد وافق على هذا متقدم الأشاعرة، فإنهم أثبتوا صفة الوجه لله تعالى خلافا لمتأخريهم، فإنهم سلكوا في هذه الصفة مسلك النفاة، حيث أولوا الوجه بأنه إرادة الثواب أو إرادة الأجر أو إرادة الله جل وعلا وقصده وما إلى ذلك من التأويلات التي وإن أفادها بعض أفادتها بعض النصوص، لكن هذا لا يعود على إبطال الصفة أو لا يعود على أصل الصفة بالإبطال. يقول رحمه الله، يقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات وجه الله تعالى، وهي آية صريحة في إثبات الوجه، وهي من أصرح الآيات، أن الله جل وعلا أخبر ببقاء وجهه وأضاف الوجه إليه، فقال: يبقى وجه ربك، والإضافة هنا من باب إضافة الصفات. ثم إنه وصف هذا الوجه فقال، قال ماذا في وصف الوجه؟ ذو الجلال والإكرام. فقوله ذو الجلال ليس وصفا للرب، إنما هو وصف لوجه الرب جل وعلا، ولو كان وصفا للرب لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله ذو الجلال، ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، فهنا ذو بمعنى صاحب، والجلال العظمة، والإكرام المحبة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في تفسير الجلال والإكرام كلاما متنوعا يدور على هذا المعنى. قال: كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا فيه الإخبار عن صفة الوجه. هم يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، وقولوا يبقى وجه ربك، يقولون هذا المقصود به الله جل وعلا، لأن الوجه يعبر به عن الذات، يقولون الوجه يعبر به عن الذات، فإذا كان يعبر به عن الذات فالمراد بهذا بالوجه في هذه في هاتين الآيتين ذاته جل وعلا. ومعلوم أنه لا يبقى وجهه دون سائر ما أخبر به عن نفسه، لكن هم يقولون إذا كان كذلك فالمراد بالوجه الذات. نقول: وإن كان ما تقولونه صحيحا من حيث المعنى أنه لا يبقى فقط الوجه، بل يبقى الله جل وعلا وما أخبر وجهه سبحانه وتعالى وما أخبر به من صفاته سبحانه وبحمده، لكن الوجه ذكر وأضيف إلى الله تعالى، فلا يجوز إبطال ما أخبر الله به عن نفسه. ولو كان لا يجوز وصفه بهذا الوصف أو الإخبار عنه بأن له وجه لما أخبرت النصوص بذلك، فنقول المعنى الذي تريدون هو من لوازم النص ومن فوائد الآية، لكن لا يعني إبطال ما دلت عليه الآية أيضا من أن الله سبحانه وتعالى له وجه، لأنه لا يمكن أن يضاف الوجه إلى من لا يتصف به أو إلى من لا يصلح أن يضاف إليه، وهذه قاعدة، حيث ذكر الله تعالى
وأضاف إلى نفسه شيئا فإنه يدل على اتصافه بذلك، لأنه لا يمكن أن يضاف الشيء إلى ما لا يقبل الاتصاف به. فلما أضاف الله عز وجل الوجه إلى نفسه دل ذلك على أنه إيش؟ على أنه متصف به سبحانه وبحمده. ثم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. في هذه في هاتين الآيتين إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وهي من الصفات الخبرية السمعية الثابتة لله في الكتاب والسنة، وقد تكلم بها الأنبياء من قبل. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن إثبات اليدين له جل وعلا موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن. فالكتاب والسنة وسلف الأمة بل الكتب المتقدمة أثبتت الله تعالى هذه الصفة العظيمة، والقرآن أخبر عن هذه الصفة بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فصيغة الإفراد جاءت في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. صيغة التثنية جاءت في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وكذلك في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. وأما صيغة الجمع ففي قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وأما قوله: والسماء بنيناها بأيد، هذه ليس المراد بها اليد، أيد ليس جمع يد، إنما هنا الأيد المراد به القوة، فالعرب تطلق على القوة أيد، وهو المراد في بهذه الآية. أما صيغة الجمع فهي في الآية التي ذكرناها: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فماذا نثبت لله تعالى؟ هل نثبت له يد، هل نثبت له يدا واحدة أو يدين أو أيد؟ الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين لا أكثر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن له يدين بصيغة التثنية. ومعلوم أن صيغة التثنية نص في العدد المراد، صيغة التثنية نص في العدد المراد، لأنها من أسماء العدد، وأسماء الأعداد نصوص فيما تفيده، نصوص فيما تفيده. فإذا قلت مثلا عندي رجلان، ما يمكن أن يفهم منه أنه رجل واحد، ولا يمكن أن يفهم منه أنهم ثلاثة أو أربعة، لأن العدد نص، فلا يقبل لا يقبل الزيادة ولا النقص. إذا قلت عندي خمسة رجال، ما يمكن أن يكونوا أربعة ولا يمكن أن يكونوا ستة، لأن العدد نص على ما أفاده من المعنى. طيب، إذا كان هذا فما الجواب عن مجيء الخبر عن هذه الصفة بصيغة الإفراد وصيغة الجمع؟ الجواب أن صيغة الإفراد وصيغة الجمع لا تعارض صيغة التثنية، فالجمع يذكر ويراد به التعظيم، يذكر في كلام العرب ويراد به التعظيم، لا ولو كان المتحدث عنه واحدا. مثال ذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي نزل الذكر؟ الله جل وعلا. واحد أو عشرة أو اثنين أو ثلاثة؟ واحد، مع أنه أخبر عن نفسه بصيغة الجمع، قل هو الله واحد، أفادنا أنه واحد جل وعلا لا شريك له. والآية الأخرى تقول: إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا علمنا منه أن الجمع الوارد فيها وفي نظائرها إنما هو على وجه التعظيم، وليس المقصود العدد أو إفادة الجمع. أما الإفراد فالإفراد من قواعد اللغة أن المفرد إذا جاء مضافا أفاد العموم، ولو لم يأتي مضافا فإن العدد يراد به، فإن الإفراد يراد به إثبات الجنس، إثبات الجنس بغض النظر عن هل هو واحد أو ثلاثة أو اثنان أو أكثر من ذلك. ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فإن المقصود هنا جنس اليد، تشمل
تصدق على الواحدة وعلى الاثنتين وعلى الأكثر. لكن لما جاءت النصوص في الخبر أن له يدين لم يكن لنا أن نزيد على ذلك. وهذه الصفة أنكرها مثبتة الصفات من الأشاعرة والماتورية والكلابية، وحرفوها بتحريفات باردة، فقالوا القدرة المراد بها اليد، المراد بها القدرة والقوة والنعمة. وقد ناقشهم علماء أهل السنة في هذا وبينوا بطلان هذه التأويلات. نقتصر على هذا لأن الوقت حان، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.